اخوان الناس محبين طائر الحسون كما كتشوفوا معنا الطائر تبارك الله راه داوي مزيان عامين في القفز هايج باغي يخدم الثمن ديالو 1200 درهم 1200 درهم واللي بغاه 1000 مرحبا ناخذ لكم التليفون مع السيد وتواصلوا معاه تبارك الله بكره داوي هاد كما كتشوفوا الاخوان اللي هذا كي داير تكررت اللهم بارك تبارك الله تكرر شاعل داوي باغي يتجاوز يعني اللي بغاه الاخوان الف مرحبا هذا الاخر كيتواجد مع سوق قلعه بالدار البيضاء ديال الكريه طيب ديال الكريه ديال الخدمه تبارك الله في حاجه وحده ما فيها منقذ تنقلب على الفراخ باش مابغاش يدوي كقلب اخوانا هما كاينين هاد النتيوات ديال الخلق ديال المقلين الطائر المقلين اللي بغاهم الف مرحبا الثمن ديالهم اخويا 150 درهم شحال عندهم في القفز دابا كيما كتشوفوا الاخوان 4 شهور عاقلين في القفز اللي كيقلبوا على النتاوي ديال السنبل راه كاينين مرحبا ناخذ لكم التليفون مع هاد السيد واللي بغى يتواصل معاه الف مرحبا ها هما كيما كتشوفوا راه عاقلين الكاميرا حداهم ما كيتحركوا ما والو هاهم كيما كتشوفوا الاخوان هاك شد مادي هذا الناس محبين طائر الحسون او المقلين كاين عندنا هذا تاهو تبارك الله شحال بعمرو هذا جدير هذا عامين في القفز كاين هذا جدير تبارك الله عامين في القفز اللهم بارك الثمن ديال هذا خويا هذا 500 درهم الاخوان وهذا شحال عنده في القفز؟ جدر تا هو جدر هذا الثمن ديال الثمن ديالو هذا تا هو؟ هذا خدام هذا خدام الكريه لاح الميسو الكريه كما كتسمعوا الاخوان هذا راه لاح الميسرو كنتمنى الناس الشمال الناس الالجيريان مرحبا بكم هذا راه لاح الميسو باغي يتباع تا هو شحال الثمن ديالو هذا؟ 500 درهم ها هو كاين علينا الماء كاع واللي بغاهم الاخوان الف مرحبا 500 500 راه عندهم عامين في القفز كاين شي كلام ولا والو سمعوا تبارك الله السلام عليكم السلام ورحمه الله شي زيت حمارة بالليمونين هذا هو اللي كان هذاك السيد لا ماشي هو خو هذا انا شحال عنده تا هو شحال عنده هذا الوالد شحال هذا خويا؟ هذا شحال عنده؟ شحال عنده في القفز؟ عامون كما كتسمعوا الثمن 450 درهم الاخوان واللي بغى الف مرحبا الاخر كيتواجد معنا في سوق قلعه في الدار البيضاء خاطر الناس محبين طائر الحسون كما قلت لكم راه ثمن واحد راه دايرين ثمن بري واحد صافي خويا شكرا الاخ تبارك الله راه مولوع تبارك الله كيدقدق تيتحير كيتحير اصاحبي كون نجيبو له تشوف واش غايدير وري شي وري شي مقلي وري شوف شوف كيف ها تشوف شوف شوف تبارك الله شوف أول نكدو الطائرة خالد الطائرة باين شاعل والله تشاء الله يدير الخير هاكي بقى يبغى يطردك كي يشوف تبارك الله الله يدير الخير واري أجي واحد اللي فيه صار ودابا تيقلب على الفراغ مبغاش يدوي
سيم شعيب سيدي. اخوان كيما كتشوفوا معنا هذا راه عنده عامين الثمن ديالو 300 درهم يلاه خرج من البداله عطاو 300 درهم كطلب 400 درهم يبيعو عطاو 300 درهم جاي من وزان هذا تبارك الله راه سلاوي هذا جاي من وزان الاخوان راه داوي تبارك الله الاخر جاي من وزان ديما كيجي هنا كيجيب بياسات زوينه الله يبارك وهذا اللي في الخنشه هذا هنا عنده 300 تبارك الله اللهم بارك ها انتم الاخوان ها الناس محبين طائر الحسون ها انتم كما كتشوف هذا عنده 3 سنين هذا تبارك الله الثمن ديالو خويا هذا 700 700 درهم الاخوان تبارك الله هذا كيف وين بابا اش خليها السوق لو شوك تشوكا اخوان كاين التكير تبارك الله يلا خارج تبارك الله اللهم بارك عنده عامين في القفز هذا القفز راه ماشي ديالو والثمن ديالو 300 درهم عطاو 250 درهم وباش يبيع قاطعو ب 300 درهم اخر ثمن واللي بغاه الف مرحبا راه كنتواجدو في سوق قرعه بالدار البيضاء التكير تبارك الله داوي اللهم بارك اخوان الناس محبين طائر الكنار ها هو واحد الكوبل ديال ريزيسيف هي بيضه حليب جامع العش كما كتشوفوا معنا ها هي هيا نحاولوا شوفوها شتيها بايضة تبارك الله راه جامع العش هاد الكوبل كيقولوا لي ريزيسيف وكاين هذا البلدي ها هو 200 درهم داك الدكار تصفر 200 درهم داك اللي مرصوص بالكري 200 درهم هاد النتيوه هادي شفتوها 150 درهم الدكار تصفر الكوب اللي قلت لك ها هو الاخوان هذا خويا عبد الرحمن فيه زوين تبارك الله اللهم بارك وجمالك جمال ما شاء الله هانا الاخوان بيس نقي بيس الحلو تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا معنا الاخوان فيه زوين تبارك الله اثمين زوينين 30 درهم البياس 60 درهم الكوبل فهمتوا الاخوان 30 درهم البياسة 60 درهم الكوبل وفيه الزوين اللهم بارك كان انتوما عندنا هنايا ليزان سيباراد تبارك الله الفيشير هذا ها هو نتمنى من الله يعجبكم الفيديو نكونوا في المستوى ان شاء الله تبارك الله كنحاولوا بما امكن نجيبوا لكم حاجه زوينه هاي هذا الفيشير ليزان سيبارابل 100 درهم البياسه 200 درهم الكوبل في احسن الالوان وهذا وراء الليمون دار سمعتوا الكلاكسون ديالهم الله العظيم
هادو تا هما على برا تا هما 30 درهم. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان. الاخ راه كيتواجد مع السوق راه عبد الدار البيضاء كل يوم سبت واحد ان شاء الله يكون خير. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. ها هو اللي نضمنكم فيه راه سلعه نقيه تبارك الله بصحه جيده وكله باش كيبيع. كاين البيروش هنايا الثمن ديالو كيبدا من 50 درهم حتى 80 درهم. شوف الصنابر اللي معرفش الثمن ديالو الصنابر اخويا 35 درهم الاخوان. تحياتي كنا المرض الله يحفظك. انا نجي عندك الاخوان كما كتشوفوا معانا السلعه تبارك الله اللهم بارك. هايا ديال ريمبو سبانجل جولدان فيها بزاف ديال الحويجات. كاين الهوكو تبارك الله ها هو الناس محبين طاح الهوكو كما كتشوفوا معانا سبانجل. كاين الكروس ها هو اللهم بارك كما كتشوفوا معانا هاد الكوبل تا هو ها هو ديال تبارك الله. كاين هاد الوليدات تا هما الشنابر ها هما كاين ريمبو تبارك الله هو كما كتشوفوا الاخوان. والاسمنه كتراوح من 200 درهم حتى 400 درهم كلشي ها انتم كما كتشوفوا وكلشي مباقي كلشي مصوب. هذه صفرة 30 وهدي ها هما وليدات. شحال الثمن ديال الكوبل هذا؟ 500 درهم. البينو الريمبو الاخوان واللي بغى شي حاجة ألف مرحبا. لا ديال الله ديال مولاهم وياه الهوكو الاخوان كما تذكرت تبارك الله ديال الهوكو الاخوان ها هو اللهم بارك. شحال الثمن ديالو اخويا؟ بالقبيز ها هو شوف بيز كيدير متيوش في البلاستيك هوكو اللهم بارك. عين حمراء وعين حمراء اللي كتقول لي عين زرقاء عين حمراء. الناس محبين طائر كروبيو. كاين هاد الكوبل تبارك الله اللهم بارك ها هو كتشوفوا معايا. وكاين هاد الكوبل ديال ليزانسي كالوبسات شنو لاتينو ولا شنو البينو 1200 درهم الاخوه. اللي بغاه الف مرحبا هاد الصديق ديالنا وعضو في الجمعيه مرحبا. كيما كتشوفوا معايا 1500 درهم كيما كتشوفوا نسوار عين حمراء لاتينو ها هي. وكاينين هنايا عندنا عاوتاني الاخوان سمعنا بعدا ناخذو سمعنا بعدا ناخذو هو غالي دابا حاليا راه سنابر ب 500 درهم. انتما كتشوفوا الاخوان 50 فرانك جوج ماشي سنابر خبار. اشمن وقت اشمن وقت ها كما كتشوفوا الاخوان انتما الاخوان ولا 600 درهم الكوبل هادو. اخوان على فكره راه الكروبيو راه كيتكلم بحال المقنع تا هو كيدوي تبارك الله. تبارك الله تبارك الله اخويا صحة الله يحفظك لي اخويا. اخوان شوفوا تبارك الله هاد البياسه ها هي انتي واجده باغا تخدم
شو الطربيشه كي دايره؟ ها هي اللهم بارك. هذا الصديق اخويا هذا ديما كيجيب المليح، هو اللي صورنا عندو الاسبوع الماضي هذوك الوليدات، راه هذا هو مولاهم، واللي خصو حتى الوليدات الف مرحبا. اللي بغى يدير السورانك الف مرحبا. الثمن ديال اخويا هادي 300 درهم اخوان، ثمن جد مناسب. شوف البياسه كي دايره، الله يدير الخير. الطربيشه كي دايره مع القفز ما كتبانش. هانا اخوان محبين دجاج البرامه، مرحبا. كنتواجدوا في سوق قلعه بالدار البيضاء يوم السبت كما كتشوفوا معنا اخوان، البرامه موجوده اللهم بارك. هذا الاخ مصطفى حتى البيض حتى هو البيض. شحال الثمن سي مصطفى؟ 25 كما كنسمعوا الاخوان 25 درهم. اللي بغاه راه ملقاح الدوريجين ما كاينش البزاح. وهنا الفلوس عندنا كما كتشوفوا كاين جوج اشكال، كاين تي طاي كرون طاي، الكبير والصغير. الصغير داير 120 درهم والكبير داير 150 درهم. وهذا البيض هذا تا هو 170 زيد 20 درهم، حيت فايتهم شويه واحد الغايزه. كما كتشوفوا الاخوان الف مرحبا. الاخ مصطفى الله عمره دار، اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. الله يعود. راه البيض راه عنده يعني دوريجين وملقح، ولا كانت شي حاجه كارانتي. واللي بغى شي حاجه يجي عندي لسوق قلعة الدار البيضاء، مرحبا راه كنتواجدوا. ها هو الاخ مصطفى راه قرع شتوه، اللهم بارك. بغى يصيف ولا خصو شي حاجه الف مرحبا الاخوان. كما كتشوفوا معنا تبارك الله، واخا راه شاعل اليوم شميش اللهم بارك. زيد امين، زيد شويه الماء خويا هنا لهذو الشرب. ها كما كتشوفوا الاخوان، ها هما البياس والبرامه فيها الالوان، راه كاين اثمنه جد مناسبه. بنت من الناس اللي فان ديالي اللي كيتصلوا بيا كيقول لك البران، راه هذا هو الوقت اللي بغى ياخذ فلوس ولا اللي بغى يخدم، راه هذا هو الوقت. هادشي اللي بغيت نقول لك، السوق راه طايح شويه، تقدر تاخذ غير 100 درهم 170 درهم الكبار كاع، فهمتوا الاخوان؟ مرحبا مرحبا. كوبلا ديال الكبير ديال ديال كوبلات ولا كما كتسمعوا الاخوان، راه عنده لي كوبل ديال البرامه واصلين للخدمه، واللي بغاهم الف مرحبا. ياك كما كتسمعوا الاخوان، راه 600 درهم الكوبل ومرحبا. كنحاولوا نوضحوا لكم بما امكن. كما كتشوفوا معنا الاثمنه راه جد مناسبه.